ايه اللذاذة دي؟ ايه الحوار ده؟ يا بنتي عارفة قالت عليكي ايه؟ دي اصلا قالت كذا. ليه يعني؟ ما يا بنتي ايه ده؟ فن قوي انت. ايوه. هاي يا جماعة، انا النهاردة معايا بوكس جوسبس بس فرع الجونة. خلينا نفتح البوكس نشوف فيه ايه. اسئلة ملهاش علاقة ببعض، استر يا رب. مبدئيا كده اللي هي مريم يا خشت، مش بتحبي كلمة مزة؟ مش عارفة، بحسها مقززة. لا انا لو حد بيقول لي يا مزة دي بحس يا بقرف منها جدا، بحسها كلمة فجة جدا. معرفش، انا اصلا اقول لك على حاجة انا كنت مكسوفة اقولها لما قريتها، كنت مكسوفة اقولها. زي القمر، زي القمر عادي يعني، فيها شياكة كده زي القمر. بس كبرتي، مهما كبرتي بتفضلي تصرخي وتدبدبي على الارض لما بتشوفي تي شيرت علي حاجه ديزني. ايوه انا عملت كده دلوقتي. اشمعنى يا مريم يا خوش؟ انا مش فاهمه ايه موضوع يا مريم يا خوش ده. علشان انا مرتبطه جدا بكل ما هو ديزني من وانا طفله، وعندي مش عارفه اشرحها ازاي، بس دي اكتر حاجه بتريحني. يعني لما بكون مضغوطه او متضايقه او خايفه او اي حاجه من الحاجات دي، بشغل افلام ديزني، بغني اغاني ديزني بقى، فدي حاجه بتريحني كده. فلما بشوفهم بحس، مش عارفه، انا حاسه ان دي اكيد حاجه عبيطه قوي، بس بحس ان انا شفت صحابي. عارفه الاحساس ده؟ بجد بحس شفت صحابي كده، بحس الله كده، معرفش. وبحس كمان ايه، بحس ان لما بلاقي حد لابس الحاجات دي ان هو برده مرتبط بيهم زيي، فبحس الشخص ده شبهي، فبحس ان قابلت حد فاهم حاجه. تولد اكيد مش فاهم حاجه من اللي انا بقوله يعني. ليه لما بتسلمي على واحده من معارفك لما بتشوفيها بتقولي لها هلو بطه؟ بقول هاي بطه، مش بقول هلو. بس بطه ليه؟ بطه مش عارفه. هاي بطه مش عارفه، مش عارفه خالص، بحس بطه كده. لا الناس اللي بحبهم بطه دي يعني حد انا بحبها قريبه مني، او لو ناسيه اسم حد، او مش شرط لو ناسيه اسمي، يعني لو حد مش قريب قوي مني بقول حبيبتي، هاي حبيبتي ازيك حبيبتي، بس معناه ان حد مش قريب قوي مني، سواء بقى او حد مش فاكره اسمه. مش شرط لو قلت لحد حبيبتي ابقى مش فاكره اسمها، بس بطه دي اوف بطوطه بقى، يو هو هو بقى. بس لا، مفيش رجاله بيتقال لهم بطه خالص. لا الولاد مفيش بطه، لا بقول حبيبي عادي، هاي حبيبي، ازيك حبيبي كده. في بقى بطوط دي، بس بطوط دي ما بتتقالش لحد. بطوط واحد، مفيش بطه بيه تاني. يعني بحس انه الاسم اللي بيتقال لي من ناس بيحبوني، او حتى الكلمه اللي بتتقال لي، ما ينفعش يبقى كل حد. يعني ما ينفعش يقول اللي اقول لها مش عارفه اتكلم، فاهم قصدي؟ يعني ما بحبش الرطرطه. في دراسه بتقول ان الاشخاص اللي مش بيحبوا اللون الاصفر مالهم، هم اشخاص بيخافوا من المجازفه، او عامه ده حقيقي، وبيحبوا جدا الروتين في حياتهم ومش بيحبوا الشهره. ايه الحوار ده؟ ايه اللذاذه دي؟ لا هقول لك، مش بيحبوا المجازفه. انا شخص مش بيحب المجازفه عشان بخاف. يعني مثلا مش الشخص اللي بيجازف بانه يلا ننط من فوق، لا مش هعمل كده خالص. حاجات بقى اللي هي بتاعت بانجي جامبنج، بخاف على نفسي، بخاف اتوجع، بخاف اقع، لا على فكره انا ما بندمش على حاجات عملتها. يعني لا، حتى لما باجي افكر فيها لا، على فكره لا، لان لو ندمت على حاجه ما عملتهاش، هي الحاجه دي لو كويسه ليا في اي مرحله من المراحل، هي هقدر اعملها، مفيش حاجه تو ليت عليها. هندم ان انا ما عملتش ايه، كل حاجه ممكن تتعوض اظن، او انا بحس كده. لكن لو عملت حاجه ما اقدرش امحيها، فاهم قصدي؟ لا مش بؤمن بده. بيحبوا الروتين في حياتهم؟ لا مش بحب الروتين. يعني مش الشخص اللي هو عندي حاجات اللي هو الصبح بعمل كذا وبعدين بعمل كذا واحب، لا خالص، انا شخص عشوائي جدا 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 جدا. مش بيحبوا الشهره. استنى علشان دي يعني بص، اصل الشهره بالنسبه لي دي هي ليها كذا حاجه. شهره انه الناس كلها عارفاك، مش حاجه شرط تكون كويسه. كل الناس بتحبك، دي حاجه حلوه جدا، لان حب الناس ده انت ممكن كل الناس تكون تعرفك بس مش بتحبك. ففكره ان الناس تكون محبوب، ان الناس تكون بتحبك، لا طبعا دي حاجه حلوه. بس فكره انه عايزه ابقى ظاهره، عايزه ابقى باينه، عايزه اتصور، عايزه، لا مش بحب. هل مريم ممكن تبقى صديقه لحد في وقت قليل؟ طبعا. ولا بتقعدي فتره طويله عقبال ما تتاكدي ان الشخص ده مناسب ليك؟ لا، هو انا شخص بياخد على الناس في 10 دقايق، يعني انا ممكن اقعد مع حد وبعدين ايه بقى احكي لك قصه حياتك خلاص، بيبقى بالنسبه لي البني ادم ده او البني ادمه دي يخصني فجاه، واللي هو لا يا جماعه، وانا لازم اطمن عليها علشان هي الصبح حكت لي انه معرفش ايه بيضايقها، والنهارده حصل كذا، فلازم وممكن اشقلب يومي، فاهم قصدي؟ اللي هو مثلا ابقى خارجه في خروجه واقعد وانا عايزه امشي لان قابلت واحده النهارده وقعدت معاها شويه واكتشفت مثلا ان الاكس بتاعها موجود وهي متضايقه، فابقى مش عايزه امشي لحسن هي تحس انها لوحدها وانا اصلا لسه مقابلاها النهارده. بس طبعا بيحصل انه ناس كتير بتخذلني، بس اللي ابتديت اتعلمه على كبر اكتر انه ابقى ما بتاثرش، يعني ابقى بدي قوي
بس اول لما الناس تطلع كده احس والله انتوا طلعتوا كده، طب خلاص سلام. الاول كنت بتضايق قوي وبتقهر جدا وكده، بس الحمد لله ما وصلتش للمرحله بتاعت انه اغير ده اصلا، اني ابطل اكون صحاب او كده. بس بقيت انا مش بدلدق بالساهل، يعني دي اللي بقيت بستنى عليها. بما ان الصداقه في حياتك علاقه من اهم العلاقات اللي في الدنيا، خلينا نقول لك حبه مواقف وتقولي لنا هتعملي فيهم ايه. اوكي، ايه ده فن قوي انت. امتى ممكن تقطعي مع واحده صاحبتك جدا؟ لو لقيتها اتكلم معايا على ناس بتقولي حاجات عنهم برايفت او بتتكلم عليهم بشكل وحش، هحس ان دي حاجه ممكن تحصل معايا وانا ما بحبش ده خالص. فكره ان حد يطلع اسرار حد تاني بره دي ما بحبهاش خالص، وان حد يبقى بيتكلم على حد وحش او يوصل لي كلام عن حد اللي هو يا بنتي عارفه قالت عليكي ايه، دي اصلا قالت كذا. طب تمام، لان هي ممكن تلف وترجع لي، ولان دي حاجه بتبين الشخص. والحاجات اللي فيها مشاكل في اخلاقيات، حد مثلا مستعد يتحايل على القوانين علشان يعمل حاجه، ما بحبش الحاجات دي. فبحس انه يعني دي ممكن موضوع التحايل ده او كده ممكن يخليني اقطع مع حد، بس خليني اقلل معاه. الشخص اللي انت مرتبطه بيه حصل بينه وبين يور بيست فريند خناقه كبيره وخيرك بينهم، هتعملي ايه؟ لا، هو فكره انه يخيرني ما بينهم دي اصلا تخليني اخسره، يعني المنطق غلط جدا. ما اظنش ان انا ممكن اصلا اتشد لنوع الشخص اللي يفكر بالشكل ده. ده منطق وطريقه تفكير انا ما بحبهاش اصلا، خصوصا ان لو حصل مشكله ما بين الشخص اللي انا مرتبطه بيه وصاحبتي، لو انا شايفه ان هي عدت حدودها معاه، انا من نفسي في الاول وفي الاخر ده شخص انا وهو جابها واحده، لو حصل حاجه انا شايفه ان فيها اساءه لي من غير ما حد يقول لي انا هتصرف، فاهم قصدي؟ لو قابلتي اكس صاحبتك اللي طلع عينها وسابها بخناقه كبيره وهي اتدمرت نفسيا بسببه، لا انا واضحه جدا في الحاجات دي. حتى لو هو شخص صاحبي، لو هو اذاها وهي صاحبتي، مش من نوع الناس اللي هو كده، مش هعمل مناظر خالص، بس الموضوع بيبقى واضح انه ازيك عامل ايه الاخبار، بس احنا مش صحاب لانه هي صاحبتي. لو سابوا بعض عادي، ناس بتسيب بعض دايما، بس انه يكون اذاها ده مش اوكي بالنسبه لي، والعكس صحيح. يعني هي برضو لو واحده اذت حد صاحبي، لا ده مش تمام. بس مش بعمل بقى اللي هو الحاجات دي خالص. ايه صفات الناس اللي بتختاريها علشان تحطيهم في الكلوز فريندز على انستغرام؟ الناس اللي مش جادجمنتال خالص، اللي ما بيحكموش خالص، يعني عمرهم ما هيكونوا نوع الناس اللي الاقيهم بيكلموني في يوم يقولوا لي شفتي الستوري اللي منزلاها ما اعرفش مين، او نوع الناس اللي ما بقاش مطمنه ان هم ياخدوا مثلا سكرين شوت. وانت صغيره عملتي نادي فيديو عندك في البيت وكنتي بتخلي صحابك تتفرج على الافلام بتذاكر، كنت عامله تذكره بكام؟ بجنيه عامه، بس عشان انا اللي كنت بنقي الفيلم برضو، بقعدوا اتفرجوا على افلام بروس لي بالعافيه. كنت عايزه ادفع 5 جنيه عشان يخش الحمام. كانت واحده بنت، أزنة لقيت ان الموضوع اوبورتيونيتي. لقيت ان في، انا ما كانتش في بالي، يعني هي البنت اللي سالتني. كنا واقفين انا وواحد معايا، كنا في الساحل، واحد من صحابي في الساحل، احنا كنا عاملين البيزنس ده مع بعض، واقفين في الحمام بنعد بقى الفلوس اللي احنا كسبناها، عشان كمان كنا عاملين في البريك بتاع الفيلم، كنا عاملين سبيد بول في الجنينه بتذاكر برضو. فكنا واقفين بقى بنعد الفلوس في المطبخ، فجت لنا واحده من البنات قالت انا عايزه اخش الحمام بكام، فانا نورت عندي لمبه انه ايه ده، هي مستعده تدفع. فقلت لها 5 جنيه. فمامي قالت لي ايه اللي ببلاش يا عم تخش الحمام. عاطفيه جدا وسهله تعيطي. احكي لي بقى اخر مره عيطتي من الفرحه. بص انا فاكره مره، بس هي دي مش قريبه خالص، بس انا هي دي فاكراها دلوقتي. السنه اللي فاتت قبل مهرجان الجونه شويه، يعني شهر او حاجه، وكنت ببص كده اونلاين ولقيت فستان شكله حلو فطلبته، كان جاي من دبي ولا مش عارفه ايه، وانا في العادي مش بعمل الحاجات دي خالص. وبعد ما طلبته قعدت اقول ايه الغباوه دي، انا طالباه من بره، افرض طلع مش مقاسي وانا خلاص دفعته، وايه الهبل ده، محدش يعمل كده، دايما الحاجات اونلاين بتبقى مش زي في الحقيقه وكده. وبعدين جه وكان حلو قوي 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 قوي، قعدت اعيط من كتر ما كان حلو قوي، اتبسطت قوي انه بتاعي، ما صدقتش ان حسيت ايه ده بجد حقيقي، هو حقيقي وهو عندي، عيطت من كتر ما شكله حلو. اتبسطت قوي. لا بص، هو انا بجد 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 سهله الارضاء بطريقه والله العظيم ما عندكش فكره. انا بجد، انا مره من اكتر الحاجات مثلا اللي بسطتني، جالي مج هديه، مج، بس المج ده مج هاري بوتر وهو لونه اسود، لما بتحط فيه الميه فحسيت ان هو سحري، فاتبسطت قوي، يعني فاهم قصدي؟ لا انا بجد انا بفرح بحاجات عجيبه، بجد بتبسط قوي. بس حاسه ان في حاجه كانت من قريب بس انا مش فاكراها. وانا جايه في المطار المره دي، ناديه مرات فيشاوي قالت لي فيدباك حلو قوي، الحمد لله مسكت نفسي ما عيطتش، بس لا دمعت بعيط بجد، قالت لي كلام حلو قوي 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 بجد. لا يعني قالت لي انها كانت قاعده مع ناس وكانوا بيتكلموا عليا، ناس شغل يعني، وان هم قعدوا يقولوا لها ان البنت دي شاطره، قعدوا يقولوا كلام حلو قوي، فانا بجد اتبسطت قوي.
غني اغنية ايه اللذاذة دي بما انك بتحبي الاغنية دي قوي والاغنية دي بتاعت صحابك. ركزي قوي. وبعدين ايه البجاحة دي اغني اغنية لشرموبي يعني اللي هو بجاحة. ايه البجاحة دي؟ هو انا اصلا كنت بغنيها ليوتيوب كنت بقعد اقول له ايه الغلاسة دي؟ على نفسي انا بتكسف. ايه ده اصلا ما ينفعش اتكسف. ايه اللذاذة دي؟ ايه الحوار ده؟ ما قابلتكيش انا ليه من زمان؟ ايه اللذاذة دي؟ ايه الحوار ده؟ ما تيجي بقى مشتلفك نام. صدقني قاعدة اغني اغنية لشرنوبي بجد بجحة. قلبك ابيض وبتنسي حاجات وحشة حصلت لك من الناس اللي حواليكي. ايه الحاجة اللي مش ممكن تنسيها ومش هتسامحي فيها؟ مش ممكن اسامح فيها. مش عارفه. بص هقول لك حاجه، اصل انا عامه عندي مشكله يعني مع فكره انه حد يبقى غلط غلطه مفيش راجعه منها. ده بيضايقني لان انا بحس يعني مره زمان وانا صغيره في المدرسه حصل سوء تفاهم بيني وبين واحده صاحبتي. انا كنت بكلم واحده وكنت بتكلم معاها في موضوع فهي راحت وصلت لصاحبتي بشكل تاني، فصاحبتي زعلت مني قوي 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 وما ادتنيش فرصه اشرح لها اصلا اللي حصل. وهي كانت واحده من اكتر الناس اللي بحبهم يعني الحمد لله دلوقتي احنا يعني صحاب يعني اتصالحنا وبقينا كويسين. بس ساعتها كنت موجوعه قوي ومتضايقه قوي من فكره انه ما حدش مديني فرصه وفكره ان انا بجد حتى لو كنت غلطت انا بجد اسفه وان حد مش راضي يقبل الاعتذاري او ان انا مش عارفه ارجع الحاجه. احساس وحش قوي فما بحبش اعمله. يعني فكره مهما حد ضايقني لو حسيت ان الشخص ده بجد من قلبه بيعتذر لي بجد خلاص. يعني ممكن يغير الصداقه بس ان انا ابقى موصله لحد انه خلاص تعديت خط احمر وعمري ما معرفش ايه بس الاحساس ده يعني انا ما بحبوش يحصل لي فما بقدرش اعمله بصراحه. بتهيألي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى كده لو عايده على حد بحبه يعني مثلا لو حد مثلا امي مثلا فاهم لو لقيت حد اذاها كده مش هقدر خلاص دي بالنسبه لي كبيره بس مش عليا يعني بتبقى حد يهمني. اسماء جلال قلدتك في الحلقه بتاعتها وانت متعصبه ممكن تقلدي اسماء في اي حاجه. لا خلاص هلم الجون عليا. لا بس اسماء اصلا حتى ضحكتها اللي هو بجد ما تقدرش ما تشدكش ما تقدرش. وهي عندها ميكس غريب قوي انها بتعرف تضحك ضحكه كده وفي نفس الوقت عندها ان هي نغشه وبريئه في نفس الوقت ميكس كده رهيبه فظيعه. اقول لك حاجه ما حدش يعرفها عن محمد الشرنوبي، هدى المفتي علي قاسم محمد يسري اسماء جلال. يعني انا بقى لسه بقول لك مش بقدر اتعامل مع الناس اللي بتطلع اسرار فاضطر اقول حاجه عن صحابي. انا مثلا بشوف الشرنوبي من اكتر الناس اللي بتضحكني من اكتر الناس اللي بتضحكني وبحس ان هو دايما كده برنس كده بس هو بجد بيضحك قوي 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 قوي. هدى المفتي بني ادمه بجد اللي في قلبها على لسانها بطريقه نو واي تحت اي ظرف من الظروف تبقى بتنصحك مستحيل. هكلم هدى اكيد. غير ان هدى من اكتر الناس اللي شفتها تشالنج نفسها بطريقه وطول الوقت عايزه تعرف اكتر وعايزه تتعلم اكتر وعايزه تعمل اكتر فظيعه. علي قاسم شخص دايما بيبان وقور جدا وكده. علي بتاع مقالب بطريقه مش طبيعيه. لا اشتغالات مش مقالب اللي هو اشتغالات يعني مره قعد وحياه ربنا قعد بتاع 10 دقايق ماسكني مريم كريم مش كريم كريم قلت له كريم يقول لي لا كريم قلت له ايوه كريم يقول لي لا كريم مش كريم كريم والله العظيم قعدت 10 دقايق وهو مش بيقول هو مشتغلني هو ولا حاجه. محمد يسري من اكتر بني ادمين المثقفين اللي قابلتهم في حياتي. يسري بيفهم في كل حاجه وحياه ربنا بجد. وبعدين يسري قارئ جدا لا مثقف ثقافه بجد بجد امبرسيف بيبهرني. اسماء جلال اسماء شخص حساس جدا حساسه جدا بطريقه حلوه مش حاجه وحشه يعني قصدي ان هي ساعات بتبان تاف كده وبتاع بس هي بجد حنينه حنينه حنينه. يعني مثلا اسماء شخص اللي دايما اكلمه لو انا عايزه حد يطبطب عليا على طول هكلم اسماء ديفينتلي شخص حنين قوي. اوكي دول الحاجات اللي ما لهمش علاقه ببعض معلومات عامه. هيديني بجد ربنا يستر يا جماعه انا خايفه. لا انا بجد والله العظيم ما بعرفش ارزع يعني عارف ليه؟ طب اقول لك على حاجه زمان كان عندي لعبه كده وانا صغيره هي عباره عن كده ان انت عندك كروت كتيره وعندك تيم وانت بتقول معلومه واحده حقيقيه والباقي رزع وهم يقولوا ايه اللي حقيقي وايه اللي رزع. ما بعرفش العبها خالص عشان بحس ان انا بكذب فما بعرفش العبها. ايه البلد اللي بعد ما يدفنوا الجثه بسبع سنين بيطلعوها عشان يرقصوا معاها؟ هي بيبقى موجوده بعد سبع سنين؟ ده انا لو حد صحاني من النوم عشان يرقص معايا هضربه يقومني من تربتي عشان يرقص معايا معقولة؟ ايه البلد اللي بتعمل كده؟ ايه بقى البلد اللي حاجة افريقية طيب؟ فيها غين؟ لا حقيقي مش عارف. ايه البلد اللي فيها مين مورينزي؟
مدغشقر. ايه ده؟ يعني دي مثلا من الحاجات اللي انا بقيت عايزه اقرا عنها دلوقتي. ايه الكائن اللي عنده معده ممكن تهدم الحجاره الايه؟ حجاره يعني ايه؟ الحجاره دي بالنسبه لي يعني بطاريه، حجر يعني. حوت معدته تقدر تهدم الحجر. طائر، طائر ما بيطيرش، طائر طويل ما بيطيرش. فلامينجو. ايه الطائر الطويل اللي ما بيطيرش ده؟ نعامه. تقدر تهدم الحجر ليه؟ يوم في كوكب الزهره بكام يوم في كوكب الارض؟ ايه سنين يعني؟ 246. ايه ده؟ 243؟ احس عليا. الحله في سوريا اسمها ايه؟ صالح انا لما اسمعه هحس ان انا عارفاه يعني. ايه؟ طنجره. يعني انا سامعه الكلمه بس ما كنتش عارفه ان معناها حله. ايه ده؟ لا بس دي عجباني، حلوه اللعبه دي. اسم الفنانه شاديه الحقيقي ايه؟ هي اسمها الحقيقي مش شاديه؟ ايه فاطمه؟ ايه بتهزر؟ ايه تحفه. مين الرسام اللي رسم قبل ما يتعلم المشي؟ حد جنسيته ايه؟ طيب حد ايطالي؟ في بيكاسو. يا سلام، رسم قبل ما هو في بيكاسو. طب رسام في بيكاسو. المصريين القدماء كان الاسبوع عندهم كام يوم؟ طيب 5 اكتر؟ 9 8 10 بقى. 10 ايام الاسبوع؟ 10 ايام. دوله بتبيع امل الشعر في السوق عشان نعمل بيه ايه؟ احنا بنخلص منه. بيبيعوا امل الشعر الشرقه. دوله الكويت. الكويت. 5 افلام فيها كلمه حب. حب البنات، حكايه حب، عبد الحليم ومريم فخر الدين، رحله حب، غاوي حب، شاعة حب. عمله ماليزيا. ايه ده؟ انا رحت ماليزيا مش فاكره. انا بفكر في الروبن بس الروبن دي مش بتاعت الهند. ريال ماليزي. رينجت. تعرفني؟ سؤال صح؟ في اللعبه دي هتجاوبي على كل الاسئله بسرعه جدا، وبعدها هتكلمي حد قريب ليكي جدا الاسئله عشان تعرفي هو عارفك كويس ولا لا. حاجه غريبه بتحطيها في شنطتك؟ لا انا ما عنديش الحاجات دي يعني انا دايما بس معايا العادي، لو موبايلي، محفظتي، تشارجر. رحله طويله في البحر ولا ساعه طيران؟ ساعه طيران طبعا. لا انا بطني بتقلب قوي في البحر قوي. عكننه. اوضتك او شقتك مبهدله ولا مرتبه دايما؟ مبهدله جدا، واصلا ده شيء بيريحني نفسيا قوي. بعدين لما يعني انا عزلت من قريب وبصراحه تعبت قوي في النقله اللي فاتت دي، بقيت مش طايقه الكركبه، بقيت ماشيه اروق في كل حته، حتى لما جيت هنا بقيت عماله اروق وده مش طبيعي خالص. فما اظنش اصلا حد هيعرف يجاوب على السؤال ده لان دي حاجه جديده. انا عامه شخص لا كده، وبعدين انا عندي قطط وكلاب فيعني طول الوقت السجاجيد منعكشه عشان في كلب بيجري ورا قطه وايه هعمل ايه يعني. بتردي على ارقام غريبه ولا مش بتردي على الموبايل؟ انا اصلا موبايلي سايلنت طول الوقت، سايلنت اللي هو ولا حتى فايبريشن، ومش برد على التليفون معظم الوقت اصلا حتى لو ارقام مش غريبه يعني ارقام عارفاها. معروف عنك في البيت ان صوتك عالي. هو انا عامه دي معلومه ان الخشايته عامه صوتهم عالي، يعني الخشت عامه صوتهم عالي، يعني امي طول الوقت وانا طفله تقول لي مريم وطي صوت ليه يعني ما بس انا في البيت صوتي عالي. لا يعني عمرك ما هتلاقي ان الجيران بتشتكي ان هم سامعيني او كده الا لو بغني مثلا. بسبوسه ولا ايس كريم؟ على بعض بقى. انا بحب الاكل قوي يا جماعه، بحب الحلويات قوي، وعامله دايت ومحدش كلمني. بص انا بحب البسبوسه قوي قوي قوي، بس هي بالنسبه لي فتره، هي بالنسبه لي بتاعه رمضان. مش بحب اكل حاجات في بره وقتها عشان افرح بيها، يعني ما باكلش حلاوه المولد غير في المولد، وما باكلش كحك غير يوم العيد، باكل لا باكل ايس كريم. يعني انا عندي صداقات قايمه على الايس كريم انه يلا ننزل ناكل ايس كريم، فانا بحب الايس كريم قوي. نسكافيه بلاك ولا شاي في الخمسينه؟ شاي شاي شاي. انا شخص شاي جدا، بس شخص شاي بقى اللي هو انجليزي قوي بقى، اللي هو الفنجان ولازم يبقى تحتيه الطبق بتاعه. انت عيوطه؟ بس بس دي مش حاجه كل الناس بتشوفها يعني الناس اللي بعيط لهم دول فيري سبيشال، يعني ممكن تبقى الناس عارفه ان انا عيوطه بس مش هيشوفوها يعني. هل انت نمامه؟ يعني مع صحابي القريبين قوي لو في موقف بالذات لو يخصني، اللي هو مثلا واحده عملت معايا حاجه او واحده مش احكي طبعا، اللي هو انت شفتيش امبارح فلانه دي شفتها وعملت ايه يا بنتي كده، بس مش خالص هنم النم بتاع ده انا سمعت انهم اتطلقوا. مش بحب ده خالص، لان دايما بحس انه ممكن انا اللي ابقى الناحيه الثانيه. بصدق قوي في الحاجات دي، ان انت لو بتعمل الحاجه هي بتترد لك. لو عربيتك عطلت في الشارع هتكلمي مين؟ اباظه. احمد اباظه، واحد من صحابي. اباظه دايما هكلمه في الحاجات اللي هو مشكله، اللي هو عجلتي في الارض ما اعرفش ايه. اباظه الحق، دايما بحسه كده نوع الشخص اللي هو انا جاي بسرعه. بتتوتري بسرعه؟ حسب يعني، حاجات وحاجات. انا عامه شخص بثق في اختياراتي وفي قراراتي وكده، فلو انا مثلا لابسه حاجه وحد قال لي كده لا مش هتهز، بس بتوتر لو انا بعمل حاجه انا اوريدي مش واثقه فيها. يعني مثلا هعمل حاجه لاول مره، حاجه موجوده دايما في اكلك
لا انا ما عنديش اي حاجه لازم تكون موجوده. يعني مثلا انا شاطر، انا مش بشرب قوي ميه عاديه، بعرف اشرب كميات، فلازم الميه الفواره دي سباركلينج دي لازم. طيب انا هكلم محمد يسري، يا رب يكون عارفني كويس. هيبان الو. بص انا هسالك شويه اسئله، هم انا اصلا لما سالتهم في حاجات ما كنتش عارفه قوي اجاوب عليها، فلو في حاجه حسيت انت مش عارف تجاوب عليها غالبا عادي لان انا اصلا ما كنتش عارفه. I'm gonna put you on speaker though. ماشي اوكي. طيب حاجه غريبه بحطها في شنطتي. حاجه غريبه بتحطيها في شنطتك؟ معرفش، بس انت بتلجئي لشنطتك كتير في الحياه عامه، يعني غالبا حياتك كلها جواها. ايوه حياتي كلها في الشنطه. مش جايه في دماغي. ايوه على فكره هو اجابته طلعت اصح من اجابتي. غالبا لما حاجه بتضيع اول حته بتدوري فيها. ايوه صح، ده حقيقي. ونظارات، وبحط اوبشنز نظارات في الشنطه. انت صح، ايه ده، برافو. رحله طويله في البحر ولا ساعه طيران؟ انت تحبي ايه يعني؟ انا افضل ايه؟ لا اي ثينك رحله طويله في البحر. فعلا معدتي بتقلب بسهوله. I'm motion sick. جدا. طيب انا عامه شخص حياتي اوضتي بيتي عامه كبني ادمه يعني مبهدله ولا مرتبه؟ مالك؟ انا يعني مرتبه ولا مبهدله؟ كده انت عايزه تسالني رد على السؤال يا يوسف. على فكره انا ما بخافش. لا لا لا، مريم مرتبه جدا. لا بجد والله، قول الحقيقه. لا يعني تمام، انت عارفه الكيوس بتاعتك، انت عارفه انت حاطه ايه فيه. ايوه فعلا انا مكركبه قوي، بس انا عارفه حاطه ايه فيه. محاميح بيقول انت بتجاوب الحقيقه بس بدبلوماسيه قوي. يا محاميح وخليك محضر خير يا عم. طيب هل انا برد على ارقام غريبه ولا ما بردش على الموبايل اصلا؟ وانت ما بترديش على الموبايل اصلا، ولو حتى مش الارقام الغريبه دي مش حاجه بالظبط. صح. طيب هل معروف عني ان انا صوتي عالي؟ معروف عنك ان انت صوتك عالي؟ في البيت. هل انا بني ادمه صوتي عالي؟ لا انت مش بني ادمه صوتك عالي خالص، انت بني ادمه انرجيتك. ممكن يجي لك اوقات كده تبقي انيميتد لكن مش صوتك عالي خالص. ايوه هو انا بني ادمه عندي كده حماس، بس انا مش صوتي عالي. مش عارفه هيبقى عارف اجابه السؤال ده ولا لا. بوسه ولا ايس كريم؟ لاحظ ان انتوا مكلميني ومش عاجباكوا اجاباتي. اجاباتك تحفه. هم عايزين. انا بعلم من منصتي هذه ان انا مش موافق على الكلام ده. لا خلاص اهو. بسبوسه ولا ايس كريم؟ لا ايس كريم. انت ايس كريم. صح، عشان برضو هي فعلا البسبوسه رمضان بس. طيب نسكافيه بلاك ولا شاي؟ لا انت كوفي عامه اكتر منك شاي، او مش الشاي الاحمر اللي احنا بنشربه يعني. انت ما بتشربي حاجات غريبه. ايوه انا بشرب شاي، بس الشاي مش الشاي الاحمر بتاعنا. ده حقيقي. انت بتشربي شاي بالمانجا يعني؟ انا بشرب شاي بالمانجا حقيقي. طيب يسري. نعم. انا عيوطه. سيك انت اصلا. انا عيوطه. لا مش عيوطه. دبلوماسي قوي يا يسري فعلا. عايزه على فكره ممكن تقول ما انا جاوبت قبليك، انت عارف كده؟ انا عارف السيجمنت. ما انا جاوبت يعني، انت عادي ممكن تقول. هما جوسبس يتوصوا. انا عارف طبعا. لا والله لا انت مش عيوطه يعني، الحمد لله رب العالمين. والله شوك الدبلوماسيه. طيب هل انا نمامه؟ هل ايه؟ هل انا نمامه؟ انا سمعت حاجه ثانيه خالص يا جماعه. لا مش كده ابدا. نمامه؟ بنم على الناس؟ نمامه لا خالص. لا خالص اهو. شفت والله اهو. طيب لو عربيتي عطلت في الشارع هكلم مين؟ هتكلميني اباظه. هتكلمي يعني الناس القريبين يعني. صح. هو انا صراحه قلت اباظه عشان اي عسافه هكلم اباظه. اباظه تعالى صلح العربيه. بتوتر بسرعه؟ اوكي فعلا. بتوتر حاجه ثانيه انت هتقوليها مش حقيقيه. انا بقول اهو مش دبلوماسي خالص. انت هذه اهو. ماشي. بقول انت بتتوتري بسرعه. ماشي اخر حاجه. هو انا ما عرفتش قوي اجاوب على السؤال ده، او يعني جاوبته بشكل ملتوي. حاجه دايما موجوده في اكلي او حاجه مع اكلي يعني 99% من الوقت السباركلينج ووتر. ايوه صح بالظبط. شاطر برافو يا جماعه. سقفه كبيره جدا لمحمد ابراهيم يسري. كل الكلام صح. هو جاوب على اجابات اصلا اشطر مني. شاكرين جدا يا استاذ محمد. برافو استاذه مريم. شكرا جوسبس. باي 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 باي. I'll call you later. باي.